في الوقت اللي الدولة فيه مهتمة بمجال البحث العلمي، معهد تيودور بيل هاريس بيقوم بنشاط استثنائي وكبير في مجال الأنشطة العلمية والبحثية، خصوصا في الأمراض الفيروسية وإزاي بيتعامل مع جائحة فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات والأمراض اللي قدر يتعامل معاها ويكون ليه دور مهم في مكافحتها. دور المهم للمعهد هنتعرف عليه أكتر بالتفصيل من خلال الدكتورة حنان خفاجي، مدير معهد تيودور بيل هاريس للأبحاث، واللي موجودة معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تحكي لنا ما حدث خلال جائحة كورونا ودور المعهد في مواجهة جائحة كورونا. صباح النور عليكم وعلى السادة الجمهور. الحقيقة هو المستشفى بتاعت معهد تيودور بيل هاريس هو معهد بحثي وطبي خدمي تبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. احنا الحقيقة عندنا مستشفى تحتوي على 300 سرير، وعندنا عيادات خارجية وجراحة مناظير اليوم الواحد، وفيها خدمات طبية بيقدمها أساتذة واستشاريين على أعلى مستوى. أثناء جائحة كورونا طبعا كان المعهد ليه دور كبير، كان عندنا عيادات كورونا للعاملين بالمعهد وصرف العلاج اللازم ليهم، وكان عندنا كمان بنعمل تحصينات لكورونا برضو بنقدمها للعاملين وبعض المراكز الصحية والبحثية اللي حوالينا. طبعا كان بيخدم عليها بقى كل الوحدات وأقسام المستشفى الحقيقة، من أشعات الأشعات اللي هي على الصدر، الأشعة المقطعية على الصدر اللي كانت برضك بتدخل ضمن تشخيص كورونا، والمعامل المطلوبة برضو لتشخيص كورونا كانت موجودة الحقيقة في المعهد وحاضرة بقوة. يعني عظيم دكتورة، ده في دور كمان قام بيه المعهد، دور كبير كمان في القضاء على فيروس بي وفيروس سي، لو نعرف من حضرتك عن طبيعة هذا الدور. الحقيقة احنا كنا برضو مشتركين في اللي هي الحملة بتاعت 100 مليون صحة ولاكتشاف الأمراض الفيروسات الكبدية، واحنا عندنا حقيقة قسم البطنة للجهاز الهضمي والكبد هو بيعالج طبعا بيشخص ويعالج الأمراض الكبد سواء كانت الفيروسية أو الأمراض المزمنة ومضاعفاتها. عندنا وحدة موجات صوتية ومناظير القنوات المرارية للتشخيص والعلاج، عندنا وحدة موجات صوتية، عندنا عناية مركزة لأمراض الكبد للحالات الحرجة زي الغلبوبة الكبدية والقيء الدموي، وبرده جراحات الجهاز الهضمي والكبد احنا بتجري برده بعض العمليات، يعني سواء كانت لأي أمراض موجودة أو استئصال أورام أو زراعة أعضاء. يعني الحقيقة المعهد برضو بيقدم خدمات كتيرة للمرضى الكبد، وهو من أساس إنشاء المعهد. يعني إحنا المعهد تيودور بيل هاريس كان من أساسه إن إحنا بنعالج البلهارسيا اللي كانت منتشرة في مصر في وقت من الأوقات، والحمد لله يعني تم يعني انها نسبتها قلت قوي 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 في مصر وما بقتش موجوده. وبعدين دخلنا طبعا في امراض الكبد الحاجات الوبائيه، وفيها طبعا متاح علاج كل امراض الكبد الحقيقه. يعني طيب دكتور، كنتوا شغالين على تطوير وسيله تشخيصيه مصريه، ايه اللي تم بوسيله تشخيصيه مصريه للكشف عن فيروس كورونا؟ الحقيقة في أبحاث اتعملت علشان الكشف على فيروس كورونا، ودي كانت بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث. الحقيقة لسه في مرحلة يعني أخذ العينات ولسه يعني ما طلعتش النتائج النهائية للأبحاث. عظيم. دكتورة حنان خفاجي، مدير معهد تيودور بيل هاريس للأبحاث، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. زي ما حضراتكم شفتوا المعهد ليه دور كبير جدا، يعني يمكن من منذ انشاء هذا المعهد وكان الهدف منه هو القضاء على البلهارسيا. بعد القضاء على البلهارسيا دخلنا في علاج فيروس بي وفيروس سي، بعد كده دخلنا في علاج فيروس كورونا واكتشاف
أساليب تشخيصية جديدة وطرق تشخيصية جديدة للكشف المبكر صحيح. عن فيروس كورونا، وده بيجي من عمل ومجهود كبير جدا، وجزء منه كبير بقى موجود دلوقتي مسألة العمل الاستباقي، علشان لما تحصل أزمة نعرف نواجه الأزمة. ده اللي بيحصل دلوقتي داخل كل المؤسسات المصرية.